والولد متشرط، سمعوا ها، الولد ان بها موظفه وبها كذي وما بها، ولا وبها بيضه وبها 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 وبجسمها وبهذا وبطولها وبالعرضها وبخصرها وابي ما ادري شنو، ودير بالكم لا تكون مسوي عمليات وما ادري شنو. يبو الولد، والله البنيه اللي عندنا بنيتنا ولا تب معايز عليها شيء ولا بسم الله عليها ذوقه. شفنا الولد، انت حلو يا المليح يلي قاعدة تتشرط. طبعا انا لما شفته تفاجأت، هذا اللي شفته اللي طالب بروك شيلز وكيم كارداشيان وما ادري طالب لماذا منه، انت على اي اساس طلبت هالطلبات؟ شفت جسمك؟ شفت الدشداشة شلون قاعدة كذي؟ ها؟ شفت الدشداشة شلون قاعدة كذي؟ أنا طبعاً المرة لما وردتني قلت لها لا حول ولا قوة، الدشداشة قاعدة كذي مو سيدة كذي، في كذي نقزة يعني ضنبحلة، لغلوغك هالكبرى كذي تشيله وياي الأماية تتشرط. زين أنت يا الأماية ما تعرفي تمسكين وجهك؟ أقول ماما حبيبي أنت يوم منك بغيت تبي كذي أول شوف روحك، في ما في وعي بالعقل. يعني مثل الحين انت لما تقول انا ولدي جامعي وانا عندي كذي وولدي مركز وما شو ابي هم بعد، اوكي ايش حق، وانت ولدك مطي وعيشه قشره وابتداء ثانويه مو ماخذ، تبين واحده ما ادري شو، ما يصير. يعني حتى الامهات ما قاعد يوعون عيالهم، على اي اساس قلتي؟ على اي اساس انت لما قمتي ولدي يبي شيء ولدي شيء، يوم شفت ولدك حتى والله